اهلا بيكم في الشارع الابيض. دلوقتي خلونا نروح لموضوع حلقتنا في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن ما رايك في مواجهه بايرن ميونخ وريال مدريد بدوري ابطال اوروبا. خلونا نروح نشوف كده جمهورنا على السوشيال ميديا قال ايه، ونبدا من عند محمد مختار. صباح الخير عليك. كانت مباراه كبيره طبعا بين المرنجي والبافاري، ولكن كان فيها تحسب شديد وحرص وتقفيل، فبالتالي ما كانش فيها متعه والاثاره المرجوه، ولكن انا شايف انه تعادل بطعم الفوز لريال مدريد والمباراه لصالح الريال اكيد. وتحياتي ليكي ولكل فريق العمل، بنشكرك شكرا جزيلا. محمد بشير، صباح الخير عليك. هذه المواجهه واحده من افضل المواجهات في دوري ابطال اوروبا، وهذه المباراه تعتبر نهائي مبكر زي مباراه مان سيتي. كل التوفيق للريال. حامد السعداوي، صباح الخير عليك. مباراة خارج التوقعات ونهائي مبكر للبطولة، وبتعادل ريال خارج الأرض جعل ريال يقترب أكتر من الصعود، لأن شخصية البطل دائما تجعل من المستحيل ممكن، ودوري الأبطال هي البطولة المحببة لريال مدريد، وإن شاء الله يصعد نهائي وياخد البطولة.